ولا حاجه تحبطنا ان شاء الله. بشكر جدا اصدقائنا المتواصلين معانا على الفيسبوك، استاذ وجدي ابو حمزه صباح الفل، بشكر حضرتك جدا، ربنا يحقق لك احلامك، وبيحيي كل سواقين التاكسي في مصر، تحيه ليهم. استاذ صالح عبد الشافي من قريه مني الطوخ الصنطة غربيه، بشكرك جدا والله، وبيحيي كل الشباب والرياضه وكل فريق العمل في الشباب والرياضه، وبيقول احلام اليقظه بتكون بسبب التفكير والتركيز في موضوع معين، ده شيء جميل، لكن السيء اللي فيه ان في ناس اعرفهم بياكلوا ويشربوا بس ما فيش لهم امال ولا طموحات ولا مشروع ولا حلم. وعلى فكره النهارده كان ليا مشاركه مع يعقوب حبيبي يعقوب، وقلت له احسن ثلاثه وطنيين استاذه نجلاء مرسي، دكتوره ناديه، وحضرتك. يعني انا مشكورك جدا والله، ربنا يحفظ مصر كلها ويحفظ جيشنا وشرطتنا ورئيسنا، بشكرك جدا استاذ صالح عبد الشافي. انا قريت رسالتك كامله اهو بناء على وصيتك. كمان بشكر جدا استاذ وليد جوده صباح الفل على حضرتك، على الحاجات الجميله بقى اللي بعتها لنا دي، الترط والحلويات والمقتطفات وعشق الاهلي. طب ما هو عشاق الاهلي موجودين، ويعني نتيجه مباراه برضو يا جماعه بتسعد فريق وبتزعل فريق، وده شيء طبيعي، الكوره كده، الكوره كده. التورته الجميله دي بشكرك جدا استاذ وليد جوده، والمقتطفات الجميله اللي بعتها رائعه. بيقول نفسي نعمل مناظره بيني انا نادي يعني، وبين حد من باحثين ومتخصصين في علم النفس عن الانسان وحروب الجيل الخامس، مناظره مش حوار اذاعي. والله حاضر، فكره يعني. كمان بيقول انه عايزين حلقه عن الشخصيه العنصريه، والشخصيه المصابه بجنون العظمه، والشخصيه الموسوسه، وكل حلقه لوحدها. حضرتك اتكلمت في موضوع خطير جدا، الشخصيه العنصريه دي متعلقه في مرحله كده اسمها مرحله الكبرياء. انا بيبقى عندي كبرياء شديد جدا بسبب انا ماليش يد فيه، يعني غالبا مثلا عيلتي، ممتلكاتي، حاجاتي، قوتي، حاجات كتير جدا تخليني بقى ابقى ضد الاخر لما ما يمتلكش نفس مقوماتي، ما يكونش من عائله، ما يكونش من بلد معينه، ما يكونش. هنا بقى العنصريه دي خطيره جدا، والله معاك حق استاذ وليد. بشكرك جدا على كل الرسائل الحلوه، وحاضر ان شاء الله يكون لينا كل اللقاءات عن اللي حضرتك كتبته. كمان استاذ حمادي ابراهيم بشكرك جدا، استاذ ناصر ياسين من البر الغربي من الاقصر بحيي حضرتك وبشكرك.